السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم على إيمان خليفة تتغلب على التايلاندية وتتأهل للنهائية. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذن انتهى نزال الملاكمة الجزائرية إيمان خليفة قبل قليلة أمام الملاكمة التايلاندية، وهذا لوزن 66 كيلوغرام في نصف النهائي لأولمبياد باريس 2024. وتأهلت البطلة الجزائرية إيمان خليف إلى النهائية لتضمن بذلك على الأقل ميدالية فضية للجزائر. وتغلبت إيمان خليف بإجماع الحكام وبالعلامة الكاملة أمام الملاكمة التايلاندية. فألف مبروك للجزائر والإيمان خليف على هذا التأهل الذي شرفت به العرب، خاصة وأنه جاء بعد تشويش كبير على إيمان خليف. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.